والله هو النقيب العام في الأونة الأخيرة واللقاءات المستمرة والمؤتمرات اللي عاملها على مستوى الجمهورية بتقرب وجهات النظر ما بين النقيب العام وأعضاء الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الجيزة خاصة. يعني قرب من المحامين وابتدي يسمع مشاكلهم، يحاول يوفر سبل الدعم لإزالة تلك المعوقات. يعني محامين الجيزة عموما بشكل عام ومحامين مركز إمبابة بشكل خاص بترحب بسيد النقيب العام النهاردة عندنا. وأهمية اللقاءات دي توعية الشباب وتوعية السادة المحامين بما تم من إنجازات في النقابة العامة، والنقيب عليه دور كبير في والأعضاء الفرعية وأعضاء النقابة العامة في إيصال هذه الإنجازات إلى السادة المحامين وبالذات المحامين الشباب ومحامين الفئة الأقاليم. وإحنا يعني أولا نشكر السادة القائمين على هذا اللقاء من السادة محامين مركز إمبابة وشيوخ وشباب ومحاميات الذين حضروا من جميع قرى مركز إمبابة، نرجع لهم بعظيم الشكر على هذا اللقاء. وهذا اللقاء كان لقاء هام لكي يعرف السادة المحامين في مركز إمبابة ما تم من إنجازات على مستوى النقابة العامة وعلى مستوى نقابة شمال الجيزة. فالسادة المحامين في مركز إمبابة أولا محكمة هي محكمة لسه جديدة من أولى من محكمة السودان من شارع السودان إلى محكمة مركز إمبابة هنا. السادة المحامين يهمهم أن يعرفوا ما تم من إنجازات من السادة النقيب العام، وهو النقيب العام مهتم بإيصال بتوضيح كل هذه الأمور للسادة المحامين حتى يزيح هذا اللغط الذي ينتشر بين السادة المحامين بأن النقيب ومجلس النقابة العامة لم يفعلوا شيء. ولكن النهاردة سوف يتم توضيح كل ما تم في حوار ولقاء مهم بين السادة المحامين الشباب والشيوخ من مركز إمبابة لتوضيح لهم ما تم من إنجازات من السادة النقيب والسادة مجلس النقابة العامة. نرحب بالسادة النقيب العام والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة وسط إخوانهم وزملائهم محامي مركز إمبابة، ونشكر كل محامين مركز إمبابة على وقوفهم وحضورهم للالتقاء بالنقيب العام الأستاذ سامي عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء يسوده المحبة والود وكل الصراحة بين النقيب العام وبين محامي مركز إمبابة للمناقشة في بعض الأمور النقابية وكل الأمور النقابية التي تخص محامي مركز إمبابة وجموع محامين جمهورية مصر العربية إن شاء الله. ونتمنى من الله أن يكون لقاء مثمر إن شاء الله بإذن الله. حقيقة المحامين دايما في احتياج أن هم يتقابلوا مع النقيب العام، لأن المحامين عندهم تساؤلات، عندهم استفسارات، عندهم أمور بيحتاجوا يستوضحوها من رأس النقابة أستاذ النقيب، عنده كل المعلومات الصحيحة المؤكدة. ولذلك دايما المحامين بتطلب ان هي تلتقي بالنقيب لانه عايزه تاخد المعلومه المؤكده الصحيحه من مصدرها الصحيح وهو النقيب العام. هذه اللقاءات الحقيقه مثمره جدا وبتؤدي الى انه نوع من تزويب يعني التساؤلات والاجابه على التساؤلات وتزويب البعد اللي ممكن يكون بيحصل خلال فترات طويله انه النقيب ما بيتمكنش يقابل الناس ويعمل ويعقد اللقاءات دي بشكل دوري. لكن احنا بنقول انه دي مناسبه انه النقيب بيلتقي مع ابناء وزملاء واخواته من محامين مركز إمبابة. والحقيقه انه مركز إمبابة من الجزئيات اللي فيها ما يقارب 50 قريه ومكتظه بالمحامين، محامينها ناس محترمين جدا، ناس موضوعيين جدا، دائما وابدا هم كانوا مع قرارات مجلس النقابه وكانوا مع قرارات النقيب. محامين مركز إمبابة ناس أفاضل جدا طلبوا اللقاء بالنقيب العام. الحقيقة إنه اللقاءات دي من الضروري جدا إنها تبقى لقاءات دائمة. المجلس الحالي بقيادة النقيب سامح عاشور طرق ملفات كثيرة جدا، تركت عند المحامين تساؤلات محتاجين يعرفوها، أيضا ما تم من إنجازات للمجلس محتاجين نستعرضه مع الناس. ولذلك هذه اللقاءات لقاءات مهمة ومثمرة، ودايما لقاءاتنا مع النقيب بتبقى لقاءات مودة ومحبة لأنه حقيقة أب لكل محامين الجيزة. والله النقيب هو مش لقاء انتخابي، هو لقاء احنا داعين النقيب لعمل حوار مفتوح مع شباب المحامين لتوضيح بعض الامور اللي فيها لغط بالنسبه لهم
والانجازات اللي تمت من المجلس. الانجازات اللي شفناها في الايام دي ما شفناهاش قبل كده، يعني موضوع التنقيه والفائض بالنسبه للماليات في النقابه وزياده المعاش، واحنا عندنا منظومه العلاج تعتبر افضل منظومه في النقابات المهنيه بالكامل. اللي يشكك يجيب الدليل، وفي عنده النيابات موجوده زي ما بنقول. يعني انا في واحد بيجي لي مثلا يقول لي انت امين صندوق الايجار النادي بتوديه فين، بقول له اطلع شوف الحسابات، شوف الحسابات في اي خطا عنده، انا رجلي قبله في الاموال العامه، يتقدم بلاغ الاموال العامه. اولا النقابات المؤتمرات كلها اللي بيعقدها النقيب مؤتمرات مثمره، لان بيتم عرض فيها كل انجازات النقابه. تاني حاجة بيعرف الشباب النقابة بتعمل ايه ودورها ايه، لان في كتير من الشباب بيغفل حتة النقابة شغالة ازاي ودورها ايه وبتعمل ايه. كان من اهم اللي عرفه النقيب للناس الفترة اللي فاتت دي كلها شرح الميزانية والمبنى الجديد بتاع النقابة. اللقاءات كلها بالنسبة للشباب بالذات لقاءات مثمرة وفي غاية الأهمية، لذلك احنا بنلف مع النقيب المؤتمرات كلها والشباب حريص ان هو يحضر اللقاءات دي. الانجازات باينه وواضحه لكل المجتمع بتاع المحامين، شباب شيوخ، الانجازات ملموسه. فاللي مش عايز يشوفها دي حاجه شخصيه بتاعته بقى، مش بتاعه النقابه. النقابه بتعمل على قد ما تقدر ان هي توضح لك ايه هي الانجازات. اكيد ان شاء الله يكون لقاء مثمر. وطبعا محامي مركز امبابه وشباب محامي مركز امبابه بيرحبوا بالسيد النقيب العام وبيرحبوا كل الساده الضيوف، وان شاء الله باذن الله يكون لقاء مثمر، وان شاء الله كل اسئله الساده المحامين ان شاء الله النهارده هتتعرض على السيد النقيب ان شاء الله. اكيد النقيب العام مستجيب دايما لكل طلبات المحامين، سواء محامين الجيزه او سواء محامي مركز امبابه سواء محامين جمهوريه مصر العربيه. سرعه الاستجابه بصراحه وكل طلباتنا موجوده، النقيب موجود معانا باستمرار. النهارده بننظم مؤتمر النهارده لمعالي النقيب، مؤتمر اسال النقيب، كل اللي عايز عنده سؤال النقيب يساله، اي اقتراح عايز يعرضه عليه النقيب فاتح صدره للكل. كل طلبات المحامين مجابه ان شاء الله باذن الله، وطبعا احنا بنرحب بيهم وبنرحب كل الساده الضيوف. احنا النهارده بنقول ان التواجد المحامين النهارده اكبر دليل على ان هم عندهم اراده كبيره للتغيير، عندهم اراده حقيقيه في التفاعلات اللي حصلت في الفتره الاخيره اللي فاتت كلها، من تنقيه الجداول، من مشروع العلاج، من القرارات اللي اتخذت في المعاش. احنا بنقول ان احنا عايزين نكمل في اللي جاي. عندنا مشروع بدأناه، مشروع العلاج والمستشفى اللي تمت عايزين نكمل فيها، عايزين نفعل دور المحامي الخدمي اللي موجود من خلال النقابة. عايزين نقول كمان ان احنا عندنا اللجان النقابية لازم النهاردة يكون لها دور فعال في الفترة اللي جاية، لان هي قوام المحامي.